حصل حاتم سويد على ضربة جزاء يتمكن نفس اللاعب من تحويلها إلى هدف ثاني للمنتخب المدرسي التونسي اللي ينجح في تحقيق انتصاره الأول في هذه الدورة على المنتخب المدرسي العماني. سي حاتم الأسود صاحب الهدف الممتاز والهدف الجميل. قداش سجلت ساعة؟ ثلاثة. تبارك الله. به حاتم، الأسماء الكبيرة برشا، من الأسماء اللي لفتك الانتباه أنت واللي بجنبك ديجا ميساج تو بعد نرجع نحكيه، من الأسماء اللي شديتوا الانتباه خاصة في الدورة هذية، من بعد الحارس بالطبيعة، بعد حارس المرمى، بعد حارس النادي الإفريقي، من الأسماء اللي شديتوا الانتباه ومن الأسماء اللي كنتوا سوربريز معناها حتى الملاحظين الكل انشدوا، معناها الناس ولات تسأل من جمعية قداش عنده عقد كذا، الناس ولات برشا حسابات ولات الدور، كان نحكيه في هذية الكل شنو حاسين؟ والله الكلام هذا الكل معني بالنسبه لي انا ما يعنينيش، الميريت يرجع للجروب كامل 22 جوار كما قال سي نزار. الحمد لله يا ربي، معني التيتر هذا والتتويج هذا معني ما جاش من لا شيء، جاء بتعب كبير، تضحيات كبيره، معني الاولاد الكل معني ضحينا 13 جور معني في اوتيل معني محصورين بالطبيعه، معني مانيش كيما العبيد الكل. الحمد لله معني الولاد الكل سوليدير، هي والجرين هي اللي جابت التيتر هذا بالطبيعة، زاد الفضل يرجع للنادي الرياضي صفاقس اللي وصلني انا للمنتخب هذا ليكيب ناسيونال. وبالمناسبة هذيا نحب النادي ديديكاس معني لجمعيتي اولمبيك مدنين اللي معني تعلمت فيها بجديات الكورة. معناتها جيت وقت جيت قداش جيت عمرك لصفاقس؟ 13 معني أول مرة أنا معني ناخذ تيتر هذا. بالمناسبة هذا حبيت نشكر جمعيتي الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله معني ديما مشرفين تونس وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. القراية شنو أمور؟ الحمد لله سنة بات معني بات ليتر سنة، إن شاء الله ربي معايا، إن شاء الله نكون موفق ما بين الكرة والقراية. إن شاء الله إن شاء الله يعطيك العافية. أخونا عمر وحتى تبارك الله عليه. نمشيو نقولها برشا نمشيو لو قلت لك انا من توما الزوز عمر زكري وانت حسين وحاتم الاسود اللي شديتوا الانتباه حتى في جرائد ملاحظين الكل. عمر تقريبا نفس السؤال. الريزلتا ما كانتش باهية، أما معني زوز قدمنا أداء معني متميز، وإن شاء الله معني قادمين على تصفية نتاع تصفية لكوب أفريقيا، إن شاء الله نكونوا على أحسن حال في الوقت هذا. علي ناصر سكيس موجود
الدفاع وجود حاتم الاسود. حاتم الاسود طبعا مقالمه على حاتم الاسود لا واحده اثنين بدأ في وادي التيمور حاتم الاسود على منتخب تونسي تونس حاتم الاسود المقالمه اللي طرح المنتخب الوطني التونسي مهري كابسي تعود مهري كابسي يا رب مهري من في المنتخب التونسي لأسود حاتم حاتم الأسود تحرك في المنتخب التونسي محاولة المراوغة وكل مسح المنتخب التونسي مفيد في التسديد والتسديد وخارج الهدف المرمى اللاعب رقم 8 مهاجم المنتخب التونسي الأسود حاتم يلعب الكرة ولكن حاتم لكل المدربين يحاول الثلاث وسط الملعب ومن ثم القيام بهجمة عكسية خاطفة الآن تلعب الكرة وسط المنتخب التونسي على طريق اللاعب بن عبده حمزة كابتن الفريق يلعب الكرة لمن هذه الكرة تعود في هجوم وسط المنتخب التونسي يلعب الكرة ماهر القابسي ماهر يلعب الكرة فرصة والهدف الأول المهاجم عمر زكري والهدف الأول شوفوا الإعادة من جديد من زاوية أخرى ماهر القابسي يلعب الكرة ونشوفوا تمركز اللاعب مقطوعة بين الكرة عالية تعال الكرة مزالت عالية للمنتخب التونسي تأكيد نحن نتعاطف مع المنتخب التونسي الآن كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء لمن هذه الكرة انتهي فرصة كاد انتهى شوفوا الإعادة الآن شوفوا الإعادة وشوفوا انتهى خادم انتهى والخروج وفي حوار تواصل ولكن هذا الحوار ينتهي عند المنتخب ولعب الكرة كلام في وسط الملعب وخطأ خطأ لمصلحة المنتخب التونسي خطأ أو بعاد المنتخب التونسي ومتحكمش في نفسه اللاعب رقم 7 المنتخب السنغالي والكرة تعود للمنتخب التونسي مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى في الاستوديو التحليل الخاص بلقاء السنغال وتونس الآن للاعب زياد فرصة على الميدان محاولة خطيرة لفائدة نادي الصفاقسي اللي كيبحث عن هدف ثاني خطأ بالفعل يعلن عن تسلل لأن كان رجوع ديال اللاعب كريستيان حكم الوسط السيد نور الدين إبراهيم يترك الامتياز عودة اللاعب حاتم الأسود تمنيتنا ليه بإعطاء الإضافة المرجوة منه بالنسبة للأجواء أكثر فيها أجواء طيبة ماني قاعدين جروب واحدة الولاد الكل سوليدير ديجا ماني تشوف فينا ماني البارتي الأخرانية ربحناها افيك ميريت ماني الحمد لله إن شاء الله نكملوا هكا بالنسبة ليا يعني واحد يخدم على روحه والفائدة ماني واحد قاعد يتعلم تو إن شاء الله على قريب واحد يرجع يكور يرجع المباريات